كنت جاي النهارده اعمل سونار عشان اعرف البيبي ولد ولا بنت، بس واضح انه في مشكله. ممكن حضرتك تطمني لو سمحت؟ انا هقولك، انتوا شايفين النقطه البيضه اللي عند قلب الجنين دي؟ دي بنسميها ايكوجينيك فوكس. الاسم ممكن يكون بيخوف شويه، انما هي مش خطر ولا حاجه. امال ايه المشكله يا دكتور؟ لحد دلوقتي مفيش مشكله، بس هي احيانا بتكون مؤشر ان الطفل ده عنده مشاكل ليها علاقه بالجينات. طب واحنا في الحاله دي نقدر نعمل ايه؟ في الحاله دي بناخد عينه من السائل اللي حوالين الجنين ونفحص العينه دي، وبعد ما النتيجه دي تبان لازم نستريح في السرير 48 ساعة لحد الخطر ما يبعد. بعد كده تقدري تقومي براحتك. وهو ايه الخطر اللي ممكن يحصل يا دكتور؟ الإجهاض لا قدر الله. لا أنا مش عايزك تقلقي، الحكاية دي بتحصل كل 300 مرة مرة. كل اللي أنا عايزه أسمع ردكم بسرعة، لأن أنا مسافر خلال أسبوع. أسيبكم بقى مع بعض. فرح، أنا مش عايزك تقلقي. أنا ليه بيحصل لي كده يا شادي؟ ليه؟ ليه بيحصل لي كده؟ ليه؟ فرح ما تخافيش، هو الأصل إنه ممكن ده ما يبقاش معناه أي حاجة. السائل برضه إنه ممكن يحصل إجهاض يا شادي. فرح لو مش عايزة تعملي التحليل ده أصلاً ما تعمليهوش عادي. مش عايزة أعملها، مش عايزة أعملها، أنا مش هعرض ابني للخطر. خلاص يبقى ما تعمليهوش. مش هعملها. ماشي يا سمير. خير يا طروق؟ دي يا بيه يا سمير، مساعد مستر كمال كان عنده كلام عايز يقوله لكم. انا كنت عايز اقول يوم ما زكي اتقتل مستر كمال ما كانش في الاوتيل، كان على اليخت بتاعه. وليه في التحقيقات قلت ان هو كان في مكتبه ليله ما زكي اتقتل؟ بصراحه هو اللي طلب مني كده، لانه يعني ما كانش لوحده. اوكي بالظبط كده، كان معاه واحده وما كانش طبعا عايز حد يعرف، خصوصا مدام مريم مراته. وضميرك صحي فجاه؟ لا، بس بصراحه اول ما لقيت الناس كلها بتتكلم على ان كمال بيه هو اللي قتل زكي، ف يعني ما كانش ينفع اخبي واسكت، حبيت اتكلم في الموضوع. طب يا استاذ سمير، انا ايه اللي يخليني اصدق كلام حضرتك المره دي؟ بسيطة يا فندم، تقدر حضرتك تتأكد؟ دي أرقام صاحبة كمال بيه اللي كانت معاه على اليخت، ممكن حتى تكلمها وتتأكد بنفسك. مستر كمال عمل بلاوي كتير قوي، بس أكيد ما قتلش. ماشي يا أستاذ سمير، تقدر تتفضل دلوقتي لغاية ما نتحقق من الموضوع اللي أنت بتقوله، بس أكيد هنحتاجك تاني. تحت أمرك يا فندم، بعد إذنكم. ايه رايك في اللي سمعتيه؟ I don't know، كل حاجه بتتلخبط تاني. عموما انا هكلم صاحبة كمال بيه واحقق معاه واعرف ايه الموضوع. All right، انا هكلم ميريام على موضوع اليخت هذا، ممكن تكون تعرف حاجه. ما اعتقدش انها تعرف حاجه. ميريام كانت متخيله ان كمال موجود في مكتبه لما زكي اتقتل. برافو يا طروق، سنس المباحث بدا يشتغل اهو. أنا هكلم فؤاد بيها خليه يخليك تتابع معانا القضية من هنا في الأوتيل. شادي فضل اليوم كله متنكد بعد السونار، نسيبه؟ لا. ازيك يا رامز؟ ازيك يا شادي، عامل ايه؟ كويس انك جيت، عاوزك في موضوع. واضح ان اليوم لسه طويل. رامز أنا تعبان جدا النهارده، ممكن نأجل الكلام شوية؟ للأسف مش هينفع. وليد ما عندوش وقت تاني خالص عشان يقعد معانا فيه. مستر شادي، احنا محتاجين نتكلم، الفندق في ازمه كبيره. ازمه؟ ازمه ايه؟ زي ما انت عارف الفندق بيمر بازمه ماليه، وخسرنا فلوس كتيره جدا بسبب اللي حصل الفتره اللي فاتت، ومفيش غير حل واحد عشان نقدر نطلع من الازمه دي. احنا مضطرين نبيع جزء من الفندق. لا طبعا مش هنبيع. ده كان قرار مستر كمال نفسه، كنت اتمنى ان هو يبلغك، بس هو بلغني انا ورمز. على العموم العقد عندك اهو، اقرا كويس، هتلاقي فيه شوية معلومات لذيذة جدا عن الشريك الجديد.
اقرا بقى وبلغني ردك فاسرع ما يمكن ارجوك. شادي ما كانش فيه في دماغه غير حاجه واحده بس، فرح. وكل اللي في دماغ فرح حاجه واحده بس، التحليل. لا لا طبعا ما تعملهوش يا فرح. استني بس يا ماما. استنى ايه؟ اذا كان بتقولك ممكن البيبي ينزل، انت رايك ايه؟ مش عارفه. طب هو الدكتور كان يقصد ايه بمشاكل في الجينات؟ إن ممكن يبقى في خطر على صحته أو إن يبقى عنده تشوهات. خلاص يبقى نصيبنا كده، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. يا ماما استني بس نفهم. جوجو عندها حق يا دلال، التحليل مش هيقدم ولا هيأخر، وأنا مش هعرض ابني للخطر لمجرد إن أنا عايزة أطمن. مش هعمل التحليل. شكلك حلو قوي النهاردة. عايز إيه عوض؟ في ايه بس يا هاني؟ بتعامليني كده ليه؟ هو انت نسيت ولا بتستعبط؟ انت المفروض تشكريني على فكره. انا عرفتك ان امك بتضحك عليكي، بتستغلك عشان تطلع من وراكي مصالح، سواء مني او زي ما انت شايفه. انتوا الاثنين ما تفرقوش عن بعض كتير. طب اديني فرصه تانية، صدقيني يا هاني. عوض انسى الموضوع ده. مش هنسى، مش هنسى. أنا بحبك يا نادين ولازم نرجع لبعض. وأنا بقولك ما ينفعش. شايفة كده؟ أيوة شايفة كده. طيب بعد إذنك. ماشي ماشي يا هاني. هتعرفي المفاجأة اللي أنا محضرها لك، هتعرفي قيمتي كويس قوي. يعني أنت تمام إن أنا ما أعملش التحليل؟ آه طبعًا يا فرح. بقول لك إيه، أنا أهم حاجة بالنسبة لي إنك تبقي مستريحة، انسي الموضوع ده كله ولا كأن في أي حاجة، إن شاء الله خير. صح، أنا هشيل الموضوع من دماغي خالص. آه وبكرة تجيلي ومعاكي الروب بتاع التخرج عشان أشوفك بيه قبل أي حد، أنا بقول لك أهو. ماشي، تصبح على خير. أنت من أهل. فرح كانت عارفة ازاي تشيل الموضوع ده من دماغها. لا انا كان قصدي انك تنام يا فرح، بلاش جوجل يا فرح بلاش. النقطة البيضة دي بيتعمل لها تحليل، بس ده ممكن يؤدي للإجهاض. المهم ان الموضوع فيه خطر كبير جدا على البيبي. شادي لا مش هينفع. شادي ايه يا فرح، في حاجه حصلت؟ انا ما نمتش من امبارح، انا هعمل التحليل. مش انت امبارح كنت بتقولي؟ ايوه انا قلت امبارح ان انا مش هعمله، بس انا هعمله شادي. ليه؟ لان انا ابني لو هيحصل فيه اي حاجه او كده لازم ابقى انا عارفه ومستعده وجاهزه واعرف اتصرف معاه ازاي. هنام على ظهري يومين مش هيحصل حاجه. خلاص صح كده، يبقى انت تعملي التحليل. خلاص تمام. يعني انت شايف كده يا فرح؟ انا شايف اللي انت شايفاه، اهم حاجه تستريحي وما تتوتريش خالص. حاضر. حاسه ان انا هتجنن يا شادي والله. ما تقوليش كده يا فروحه، انت اصلا مجنونه. لا 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 مش هينفع، مش هينفع. في ايه يا ماجد؟ ما هو مش بعد كل اللي عملته في تاريخي وملايين المشاهدات دي ويطلب مني انا طلب زي ده؟ في ايه؟ ما تفهمني. النهارده اتعرض عليا دور في مسلسل جديد. بجد؟ مبروك. مبروك ايه؟ دول عايزيني ابقى ابو البطل، انا ابو البطل. طب وايه المشكله؟ يعني ايه المشكله يا ديدا؟ انت متخيله يعني ايه يتحط فوق اسمي الممثل القدير ماجد الالفي؟ انت شعرفك ان هم هيكتبوا على اسمك الممثل القدير؟ مش يمكن يكتبوا مثلا ظهور متميز او كل هؤلاء يجتمعون مع النجم ماجد الالفي؟ ديدا ما تغزنيش،
وبعدين مش معقوله اللوك الموز اللي انا عامله ده وصارف عليه دم قلبي طول عمري اضيعه في لحظه كده عشان ابقى ابو البطل. ما تبقى ابوه ولا تبقى امه حتى، انت ممثل لازم تلعب كل الادوار. ده مش هبقى مقنع، مش هبقى مقنع، الجمهور مش هيستوعب ان ابو البطل عنده 32 سنه. مش 32 ايه؟ 33 سنه يا ديده، بتريش ضيقه يعني. ماجد ديده، بص على صفحتي في الفيسبوك 33 سنه. بعدين انا خلاص انا رفضت الدور. شاطر، برافو عليك، خليك بقى قاعد في بيتكم كده لغايه ما الناس تنساك. ايه بس دي ده جروب ماجد الالفي لافرز معدي جروب حسن الرداد لافرز، يعني دول بالملايين، استحاله ينسوا. يا ساتر عليك. ماما ماجد، ماجده فين؟ انا عايزه اتكلم معاكم. انا قررت اعمل التحليل. ليه كده يا فرح؟